نجوم يا مهند عشان تجي تدخل تقلع منه الكرة تفكر 100 مرة ما تخش اصلا اصلا ما تخش يعني ميسي رونالدينيو نيمار دي بروين عدد كبير من اللاعبين الاسماء اللي ظهرت واللي ما ظهرت صحيح ما بتتجازف عم طيب نبدا باستعدادات منتخبنا الوطني لمقابله ساوتومي صحيح ساوتومي وبنسيب نعم الاستعدادات حتى الان جيده كان ماخذ الرش الاعلامي المساله يعني استجلاب اللاعبين او استدعاء اللاعبين المحترفين خارج البلاد ونجح الاتحاد وعدد من المعاونين وبرزوا طبعا الزميل الاعلامي احمد بريمه او احمد مانشستر معروف له التحيه لؤي الحلاوي وعدد كبير صراحه هيثم وعدد كبير من الاعلاميين ومن الناس المهتمين صراحه بالمنتخب الوطني يعني نامل انه تكل هذه المساعي بتاعتهم باستجلاب عدد من اللاعبين الاخرين يعني وهنا صراحه في نقاط مهمه لابد نتكلم عنها النقطه الاولى تتعلق ب اللاعبين ديل وقبل كده تكلمنا عن مساله اللغه مساله اندماجهم مع المجتمع بتاع اللاعبين اولا قبل ما يلعبوا داخل ارضيه الميدان وصحيح انه شاركوا في احتفاليه بتاعت اعياد الجيش صحيح. وعدد من التدريبات وكده فتلقائيا بيكون في نوع من الانسجام ونوع من التواصل الاجتماعي الجيد بيناتهم وبين اللاعبين. دي نقطة أولى مميزة المفروض يكون الجهاز الفني انتبه لها. النقطة الثانية إنه الناس ما تأمل كثير في مسألة صحيح. مشاركتهم من البداية عشان ما يكون في إحباط بالنسبة لهم وبالنسبة للجماهير. ولا يكون في تقييم المباراة الأولى والتجربة الأولى. صحيح وهم نفسهم جديدين على الكرة السودانية يعني نعتبرهم زي المحترفين اللي بنجيبهم كل موسم ديل. يعني ما يفيد صراحة أنه المنتخب أيضا استدعى عدد من اللاعبين المميزين في الدوري الممتاز نقطة كنا بنتكلم عنها كثير جدا جدا لاعبين من هلال وبيض لاعبين من مريخ الفاشر لاعبين من الأهلي شندي وعدد من اللاعبين من أندية أخرى واحتاط بأيضا إسحاق آدم أو اللاعب أبوجا من الهلال بإصابة إسحاق آدم كان له فرصة إنه يكون الحارس الثالث بالنسبة للمنتخب الوطني عموما المباراة يعني على الورق سهلة بالنسبة لنا مباراة داخل الأرض لكن الناس بتعاني أبعد من كده مباراة جنوب أفريقيا وفترة التوقف الدولي دي في عدد من المباريات في التصفيات الإفريقية المؤهلة للكاميرون 2021 وأيضا كأس العالم 2022 ثمانية منتخبات عربية في جزر القمر إضافة لنا طبعا وكذلك ليبيا الجزائر والمغرب وتونس ومصر ويعني أيضا من المنتخبات الإفريقية المميزة في قمم عربية وفي إفريقية في المجموعات مجموعتنا فيها منتخبين قويين جدا جدا بالتعادل طبعا وفوزنا نحن بيكون في خطوة جيدة بالنسبة لنا بيكون في مصلحتنا نحن لعبنا على مصلحتنا بيكون في بعد نظر في مسألة تدرج في المباريات المباراة الأولى إذا كسبناه بثلاثة أهداف بتكون يعني قفزة جيدة بالنسبة لنا حتى على إطار الترتيب وحتى على إطار الروح المعنوية قبل السفر إلى جنوب أفريقيا نعم يعني نتمنى ظهور مختلف لمنتخب هذه المرة باعتبار أنه مدجج إن شاء الله لعدد من الأسماء أربع محترفين الآن والمأمول في القادم أنه ينضم كل الأسماء اللي تم رصدها نشهد منتخب وطني منتخبنا الوطني الأول يكون كله من المحترفين ووجود الأسماء كثيرة فقط تبقى إشكالية التنسيق مع هذه الأسماء مع أنديتها وما إلى ذلك نذهب إلى الهلال والقرارات اللي أصدرها مجلس الهلال ضد ألتراس البلو لايونز وبعد الأحداث الأخيرة اللي حدثت في تكريم رئيس النادي أول مرة يكون في صدام بين مجلس الإدارة برئاسة الكاردينال وبين المجموعة المميزة دي من الشباب ودائما حتى في قناة النادي بقول إنه إخواننا الناس كلها يعني كهلالاب بتتنافس في حب الهلال درجة الحب دي بتتفاوت من كيان لآخر من مجلس إدارة لألتراس لرابطة مركزية لجماهير عاديين مجموعة تشجيعية لصحفيين حتى بيتدرجوا في الحب ده فليه ما يكون العامل الأساسي اللي بيجمع الفرقاء دي كلهم الحب بتاع الهلال يعني يبدو انه الاجواء اللي كانت في تكريم الهلال في قاعه الصداقه ما كانت جيده بالنسبه لمجلس الاداره بهتافات الالتراس باقصائيه ربما الكاردينال حسب وجهه نظرهم ويعني استقلاله بالراي وكذلك ايضا
عدم ومنعه لرواد النادي من ارتياد النادي لسنوات طويلة، وإغلاق باب النادي، وأيضا مواقف كثيرة جدا جدا، حتى كان في تدعيم الألتراس بعدد من الدعومات، إذا كان مادية وإذا كان في شكل اللوجيستيكس اللي بيحتاجوا لها دي، من أعلام لفنايل لغيره. والألتراس طبعا مجموعة بتدعم نفسها بنفسها، ما في زول بيدفع عليهم، ما في زول كده. لذلك ربما مجالس الإدارات المتعاقبة كلها ما أفلحت في إن هي تستقطب ود الناس زي، لأنه هم عندهم وجهة نظر مختلفة تماما. أشباب لجان المقاومة يعني عندهم وجهة نظر خاصة بهم، يعني زي ما الهجمات الأسي على لجان المقاومة، فالألتراس واحدة من الحاجات اللي بتشبه الحاجة دي يعني، ودائما ما تكون بعيدة عن الإعلام. صحيح، والألتراس بتشتغل بحب مجرد لنادي الهلال، بتدعم اللاعبين داخل أرضية الميدان مهما كان اللاعبين اللي بيشاركوا ديل ما عندهم وجهة نظر في منو اللي بيشارك، ما عندهم وجهة نظر في مسائل تتعلق بإشراك لاعبين وإبعاد لاعبين آخرين، ما عندهم وجهة نظر في مسألة من يقود الدفة الفنية، لكن عندهم وجهة نظر في الشكل العام بالنسبة للهلال والجوانب الإدارية والجوانب العامة اللي بتهم مصلحة الهلال لأسا ولبكرة. فلذلك المجلس الإدارة ما من يعني مصلحته، خاصة إنه هو بعد 11 يوم عنده مباراة القمة، ما من مصلحته إنه يعادي المجموعة دي ويصدر قرار في مجلس الإدارة ويكون بند من بنود الاجتماع. دي أنا أفتكرها ما كانت جيدة. أختلف مع مجلس الإدارة زي ما اتفقت معهم في عدد من النقاط، لازم الواحد يختلف معهم في النقطة دي بالذات، لأنه بتأثر على الفريق إفريقيا ومحليا. القوة الكبيرة جدا جدا والتشجيع اللي بيشجعوه الشباب ديل يعني وقود للاعبين في أحلك الظروف اللي كانت مرت على الهلال وحتمر عليه لقدام، لأنه مقبل على مباريات جيدة جدا. أنا يعني أحبذ إنه يكون في صيغة مشتركة بين مجلس الإدارة وبين الألتراس في إنه في قضايا معينة أنت بدل ما يكون فيه هتافات تعال ناقشها مع مجلس الإدارة، أصل معاهم لنقطة تلاقي معينة، يتقبلوا وجهة نظرك، يتقبلوا وجهة نظرهم، بعد ذلك يكون العامل الضغط بالهتافات وبغيره، لكن ما يكون في اندفاع من الألتراس وما يكون في قرارات مسرعة زي ما شفناه من مجلس الإدارة. الفعل ورد الفعل، هكذا تبنى الأمور يعني. صحيح، وحتى المسائل اللي برضو في أولمبوس مونز بتاعت المريخ برضو نفس الحكاية، يعني برضو عندهم وجهة نظر وعندهم وقفات احتياجية تجاه المجلس الموجود ده وغيرهم. لذلك الكيانات دي بقت عندها قوة صراحة يعني في مسائل التشجيعية ومسائل اتخاذ القرار يعني. صحيح، وما بعيدين من التأثير العالمي للألتراس في كل بقاع الدنيا، يعني في الدوري الإنجليزي وفي البرازيل في الأرجنتين وكذلك أيضا في المغرب وغيرها يعني. أكيد. يعني لاحظناهم حتى هم بيبنوا وجهات نظر اجتماعية، يعني كان في واحد من مشجعي الرجاء أصيب بسرطان، الجماهير كلها بعد المباراة مشت له البيت وبتهتف باسمه، هو كان واحد من أميز اللاعبين أو عفوا أميز المشجعين بالنسبة لفريق الرجاء. فدي واحدة من الحياة الاجتماعية اللي بتقوي الألتراس وبيكون صعب على أي كيان آخر أنه يخترقها، لذلك أنك تستقطب ودها دي الحاجة المهمة وتصل لوجهة نظر معينة كده، يعني أنتوا عاوزين شنو ونحن المفروض نعمل شنو، تأخذهم ككيان جدي يعني في أنك تتكلم معهم. من ملف الهلال لملف المريخ الذي يحتوي على تكوين مجلس المريخ، كون المكتب التنفيذي لمتابعة شؤون المدرب الجزائري أيد عبد الملك، ما الجديد في هذا الأمر؟ هو المدرب يرى أنه هو للآن مدرب الفريق المريخ طبعا يعني مرتباته ماشية وحاجاته كلها في العقد ماشية زي ما هي، متواجد في الخرطوم. يعني طريقة إنهاء التعاقد أو الحديث عن أنه المدرب ده يمشي ما كانت بشكل سليم، وربما يكون مسؤول عنها أيضا المكتب التنفيذي في مسألة ترتيب الأوراق، من يذهب ومن يبقى في ترتيبات معينة في المكتب التنفيذي لازم يتم إجراء يعني مع الاتحاد العام ومع وكيل المدرب ومع مجلس الإدارة في مسألة يعني مستحقات المدرب وإلى ما ذلك. يعني أيضا هنالك مشكلات أخرى يعني غارزيتو، ومشكلات للاعبين موجودين، ومشكلات أخرى لمدربين. المجلس المريخ بيطلع من مشكله بيقع في مشكله ثانيه، ربما بالتسرع في القرارات، ربما يعني احنا قبل التوقيع مع المدرب ده قلنا انه هي المده كلها سنه، اذا كان مجلس المريخ ده عاوز يصبر على المدرب ده وهو جايب التيخه مقفوله ما عارفين عنه حاجه يعني،
فيصبر عليه سنه زي ما هو موقع معه العقد، يا اما يكون في بند في العقد انه العقد ده يفسخ بالتراضي بين الجهتين بعوامل معينه، اما بسوء النتائج اما بسوء العلاقه مع اللاعبين الى ذلك، يعني المفروض تكون موجوده في العقد يعني. فدي مشكلات المفروض ينتبه لها المجلس التنفيذي او المكتب التنفيذي في العقودات، لازم يكون في بنود زي دي، ربما تكون بنود سريه ما مشكله يعني. نعم. بين المدرب وبين النادي. نعم، دائما ما نعاني مع المحترفين الاجانب مع المدربين، يعني انديتنا لا تدير امر العقودات ابرام العقودات. هذه البنود عدم احترافيه. نعم، عدم احترافيه في هذا المجال على شكل التحديد. اتمنى انه في المستقبل القريب ننظر بجديه اكبر، نتعامل بمهنيه عاليه واحترافيه. الان شداد يتحدث، الكاف فتح باب الاضافات في المجموعات، هذا الخبر يقودنا الى الازرق مره اخرى والى الهلال، لانه المجموعات الهلال مشارك فيها يترقب وينظر اليها، الاهلي القاهره النجم الساحلي التونسي، ويعني دائما النظره لهذين الفريقين. نعم. دون بلاتينيو، لكن ايضا يجب ان ننظر الى بلاتينيو الزيمبابوي باعتبار انه من الفرق الشرسه جدا. الاخبار هنا يعني هناك افكار يدعو الهلال سيضيف اثنين من عناصر الشباب امن على التجديد الى الخماسي. هذا الخبر كيف يلقي بظلاله على قائمه الهلال؟ نعم، دي واحده من القرارات اللي تم اتخاذها بالامس ايضا، منها ايضا تسميه الصاله بتاعه الممر الرئيسي اللي دخلك على الاستاد. نعم. باسم المرحوم زغبير رحمه الله عليه، وعدد من القرارات الاخرى، يعني اضافه 5 لاعبين او التجديد مع 5 لاعبين من الهلال، اضافه 2 لاعبين من الشباب للكشف الافريقي، والتعاقد مع محترفين اجانب، دي واحده من القرارات ايضا. طبعا لابد انه يكون فيها تقرير من الجهاز الفني او من لجنه التسجيلات اللي كونت من اداريين ومن مدربين، يعني الإضافات دي فيها عدد من اللاعبين المحليين في الدفاع وفي الوسط وفي الهجوم، وأفتكر من الأسماء كلها المطروحة على الساحة ومطلقي الصراح أسماء جيدة وأسماء مميزة، إذا كان كرشوم، إذا كان عدد من اللاعبين أو الطلبة ولاعبين آخرين في الدوري الممتاز، إبراهيم النسور أيضا، لاعبين مميزين صراحة لهم مستويات ثابتة ومستويات متطورة بشكل جيد. يتبقى فقط مسألة المحترفين الأجانب، يعني يأت نوع من اللاعبين تعاويزهم للمرحلة في هذه المرحلة تحديدا الموجودة دي، ومن يأت دولة، هل هم محترفين عرب، محترفين أفارقة، عاوز في يأت خانة قلب الدفاع، هل بيتحمل وجود محترف آخر أيضا، كذلك الهجوم، يعني الشكل العام ده بالنسبة للهلال أفتكر أنه المسؤولية الكبيرة بالنسبة له بتقع على لجنة التسجيلات التي تم تكوينها، وما ينتج من التسجيلات دي بيتحمل تماما طبعا هذه اللجنة. أتمنى لها التوفيق. شكرا جزيلا مهند أبو حواء الصحفي والمحل الرياضي ومحل النوافذ الرياضي من خلال صباح الشروق على الإضافات والإضاءات الجميلة، كتر خيرك. شكرا لكم. شكرا جزيلا.